خلونا نخش في المواضيع مباشره. شباب خليني اسالك على اداء، نبتدي بمنتخب مصر وتصدره للمجموعه بتاعتها، ورايك كيف اداء منتخب مصر خلال هذا المشوار؟ لو جينا بصينا ابراهيم لاداء منتخب مصر منذ تولي روي فيتوري هنلاقي يعني في تصاعد دايما في المستوى، حتى على طريقه اللعب ومن خلال النتائج. الراجل بيقدم مستوى متميز من ساعه ما تولى منتخب مصر، 13 مباراه تقريبا ما اتغلبش غير في مباراه واحده قدام منتخب تونس، وكانت مباراه وديه. في تصاعد في الاداء بشكل كبير، غير من الشكل ومن النهج التكتيكي اللي بيلعب بيه منتخب مصر قبل ما يتولى الاداره الفنيه للفراعنه. كان منتخب مصر بيعتمد على دايما على النواحي الدفاعيه، الناس كانت بتنتقد كروش قبل تولي فيتوريا وقبل تولي الكابتن ايهاب جلال، ان منتخب مصر بيلعب دايما على الشق الدفاعي وبيستغل التحولات الهجوميه بوجود محمد صلاح. فاصبح مع فيتوريا بقى لنا شكل هجومي واضح، لينا فلسفه ولينا طريقه لعب واضحه، بيلعب طريقه 4-3-3. الطريقه النموذج لطريقه 4-3-3 دايما بيدور على تحرير محمد صلاح في المباريات، وبنشوفه ده ان الطريقه دايما بتتحول في الجيم ل 4-4-2 في اوقات معينه في المباراه في عمليه الضغط خاصه من النواحي الاماميه. فلا، فيتوريا غير كتير من جلد منتخب مصر الفني، مش على مستوى العناصر، لكن غير على المستوى التكتيكي من شكل منتخب مصر، وزود عناصر وطور من ادائها بشكل كبير. زي زيزو بنشوفه في مركز 8 ومركز مغاير للمراكز اللي لعب فيها مع نادي الزمالك ومع منتخب مصر قبل كده، متعودين دايما بيلعب يا جناح يمين يا جناح شمال، شفناه في شق تاني خالص مختلف. رجع كمل على المستوى اللي ظهر بيه بعض اللعيبه مع كروش زي عمر كمان ناحيه اليمين، بدا ياخد معاه بشكل كبير وبدا يستغله في النواحي الهجوميه، خاصه انت بتلعب قدام منتخبات مش قويه، مش في نفس مستوى منتخب مصر، فتقدر ان انت تزود الـ 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 النهج الهجومي بتاعك من خلال الاطراف، سواء عن طريق عمر كمال او محمد حمدي.